بيجينا المطبخ مع عاملين هون مثل ما حكينا قبل شوي بلكونة صغيرة، بنطلع هون في عنا حمام مثل ما شايفين، كمان مواجه المطبخ مواجه الباب الرئيسي. بنكمل على شمالنا هون بيجينا الصالون، طبعا الصالون اخذ اطلالتين والغرف اللي بهديك الجنب اخذين اطلالتين. هاي الصالون عنا اخذ اطلالة، نشوف الاطلالة كمان. نطلع يبقى عنا اخر شيء كمان هون تواليت عربي، في عنا تواليت عربي مع المغسلة، وجينا الغرفة اللي هون كمان اخذ اطلاع من هذا الجانب. نحن بالغرفة هذا توزيعته بيت كبير، تقسيمته حلوة، في عنا ثلاث حمامات، واحد بغرفة واحد بهذا الغرفة هذا الداخلي، وعندنا الحمام الخارجي، عندنا حمامين عفوا، عندنا ثلاثة مضبوط، ثلاث حمامات، تواليتين وحمام مثل ما شايفين مع المطبخ. هذا هو البيت وهي تقسيمته، وهذا هو الباب الرئيسي تبعه.